animals. هنا غزالا يقتحم بيتا في بوسطن محولا حمامهم إلى مشهد مأخوذ من فيلم رعب قديم. هذا المنظر الجميل يغري للعيش في ماساتشوس. على ما يبدو فإن الغزال تمكن من كسر النافذة مما سبب جرحا بالغا ولطخ المكان بالدماء. أصيبت صاحبة البيت بالرعب ولكنها جهزت البندقية واتصلت بالشرطة الذين حضروا برفقة كادر بيطري. حاصروا الظبي المرعوب ومن ثم استطاعوا الإمساك به. بذل أطباء مستشفى كرايزي باوز أنيمالز قصارى جهدهم لإنقاذ الغزالة إلى أنها ماتت بسبب النزيف.